السلام عليكم ورحمة الله. اليوم أقدم لكم باستا 10 دقائق في مقلاة واحدة. في مقلاة نضع الزيت يسخن، نضيف القليل من الفلفل الحار، نضيف له 3 كسوس ثوم مقطعة شرائح، نتركه يتقلى. نضيف ملعقة كبيرة شطة، يمكن استبدالها بطماطم مصبرة. نضيف من كأسين إلى 3 كؤوس ماء مغلي حسب نوعية وكمية الباستا. نضيف نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، كمون، فلفل أحمر الحار، زنجبيل مطحون، ثوم بودرة، ونصف ملعقة من الملح. نخلطهم مع بعض جيدا، ثم نضيف الباستا. نترك الباستا لـ7 دقائق لتطهى مع تقليبها مرة على مرة.